فأوعوا يا طلبة، أنتم ناس بتجروا الجامعة الخرطوم وغيرها من الجامعات المستنيرة المثقفة بوابة العلم، الكلام ده ما يكون هنا. لو أي زول يرجع على أهله ينقل التوحيد ده هنا ويكلم أهله بالتوحيد، أمك ما تخليها تمشي لفكي إطلاقا، حنسها واتكلم معاه بالقرآن والسنة والحكمة، لأنه ربنا قال ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن. فأول زول يستحق إنك تدعو أمك، لأنه النبي عليه الصلاة والسلام لما سأله الرجل من أحق الناس بحسن صحابتي يا رسول الله، قال أمك، قال ثم من؟ قال أمك، قال ثم من؟ قال أمك، قال ثم من؟ قال أبوك، قال ثم أدناك أدناك. فأمك وأبوك وأختك وأرحامك ده الأول ناس تبلغهم التوحيد، لأنه ربنا عز وجل قال وأنذر عشيرتك الأقربين. فلازم تعلموا الناس يا جماعة، لأنه الله بيسأل، الله بيسألكم من أمك تموت على الشرك، تكون عقيدتها في المكاشف أو عقيدتها في البرع أو عقيدتها في الصابونابي أو صيمديمة أو غير من المرمدين، لازم عقيدتها تكون في الله في رب العالمين ما في أي بشر ثاني. فدي مهمتك أنت يا طالب يا واعي يا متعلم يا مثقف، أرجع علم أمك، علم أبوك، علم حبوبتك، جدك، أخواتك، إخوانك، علمهم التوحيد ده. وإذا المجتمع ده كله السوداني وغيره من المسلمين والمجتمعات إذا تعلموا التوحيد وخلوا القبب دي الأوثان دي وخلوا الشرك والشيوخ اللي بيعبدوا من دون الله زي بشملة ده وغيره، والله يا جماعة ربنا قال لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم. الليلة المؤتمرات والسيمينارات الاقتصادية والمؤتمرات واقتصاد السودان والدولار طار والدولار نزل والبورصة وغيره، ده كل الناس في النهاية دار تأكل لقمة نظيفة. الله قال ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم. لو الناس وحدوا الله، ربنا قال ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا ففتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون.